عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض الدورة 153 للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وصدر عن الاجتماع بيان أكد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، داعيا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها المجلس الرئاسي للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية وتمديدها لشهرين إضافيين، داعيا إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، معربا عن استنكاره للهجوم المسلح الذي شنه الحوثي على منطقة الضباب بتعز في خرق واضح لوقف إطلاق النار، داعيا المبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين الاستفزازية. كما أدنى المجلس الوزاري استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن والتي كان آخرها مصادرة شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب إيران كانت متجهة للحوثيين، مؤكدا على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.